للمتابعة. ينضم إلينا من معبر رفح زميل رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان، ونحن ندخل يوما جديدا في هذا العدوان المستمر، كيف تبدو الأوضاع لديك؟ نعم أحمد، دعني أشير إلى الساعة الماضية في محيط معبر رفح وتحديدا شرقي مدينة رفح. هذه الساعة التي كانت بها موجات متتالية من القصف الإسرائيلي على مختلف هذه المنطقة، غارات الإسرائيلية من الطيران الحربي الإسرائيلية وكذلك المدفعية، وكذلك كانت هناك اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية. هذه الساعة ربما كانت الأعنف على مدار هذا اليوم. كان لنصيب حي البرازيل في شرقي رفح نصيب من هذه الغارات الكبيرة التي استهدفت منازل للمواطنين، منازل مدنيين، وكذلك هذه الاشتباكات التي دارت على مدار الساعة الماضية بين فصائل فلسطينية وكذلك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي. كنا نسمع فيها مختلف الأسلحة التي استخدمت جراء هذه الاشتباكات. الفصائل المقاومة الفلسطينية كانت تشتبك بالأسلحة الآلية وكذلك قذائف الهون. هذا اليوم الذي شهد أعنف موجات العنف من جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء صد المقاومة هذا التوغل خاصة في شرقي المدينة، وصل عدد الجنود القتلى للاحتلال الإسرائيلي قرابة 20 قتيلا من جيش الاحتلال حسب ما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية. وحتى أيضا يعني الاشتباكات التي دارت في الساعة الماضية كانت على الناحية الغربية من معبر رفح الفلسطيني، ربما تتكشف في الساعات المقبلة البيانات الخاصة بفصائل المقاومة، ولكن كما يعني تعودنا من صباح هذا اليوم أن البيانات تصدر عن المقاومة الفلسطينية وغياب تام لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت المقاومة عن استهداف أحد المنازل وكذلك أحد ناقلات الجند الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا إسرائيليا حتى هذه اللحظة، وهناك عشرات من الجرحى. بشكل عام أحمد، المناطق التي تم استهدافها في شرقي مدينة رفح منذ الصباح وحتى الآن هي حي البرازيل وحي السلام وكذلك منطقة الجنينة وشارع جورج. هذه هي الأحياء التي يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعدما أعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن إضافة أحد الألوية إلى الثلاث ألوية المتواجدين في مدينة رفح. إذن أصبحنا أمام أربع ألوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض في هذه المدينة، التي يعني ربما يتضح من هذا الأعداد، من هذه الأعداد الكبيرة التي على الأرض، أن هناك عملية غير محدودة كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتوسع محاورها يوما بعد آخر. يعني حصيلة الشهداء في قطاع غزة بلغ 64 شهيدا ومئات الجرحى حتى هذه اللحظة بحسب البيانات الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية. وحتى الآن يعني ربما يصبح النصيب الأكبر منها في رفح، وكذلك القصف المتوازي في شمال غزة في مخيم جباليا. هذه الصورة الآن أحمد، ربما هدأت ربما حدة الاشتباكات في هذه الدقائق، لكنها بين الحين والآخر تكون هناك اشتباكات عنيفة وضارية نظرا لصد فصائل المقاومة الفلسطينية لهذا التوغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحدث في المنطقة الغربية من معبر رفح من الجهة الأخرى، وهي المنطقة شرقي مدينة رفح تحديدا التي يتكثف فيها الغارات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي طوال اليوم. وربما كانت يعني العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية هي التي تجعل من جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك غارات، هذه الغارات الكثيفة والغارات المدفعية. كانت أيضا في الساعات الماضية هناك بعض المروحيات الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي هبطت في المنطقة الشرقية من مدينة رفح يعني انتشال بعض الجرحى والقتلى لجيش الاحتلال الإسرائيلي جراء هذه العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية. المشهد حتى الآن يعني بين الحين والآخر تتجدد هذه الاشتباكات سواء في المنطقة الغربية من معبر رفح أو سواء التكثيف هذه الغارات من الناحية الشرقية من هذا المعبر وتحديدا في شرقي مدينة رفح والأحياء التي يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا يعني منذ قليل أيضا كانت الغارات
والاستهداف المدفعي في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني جراء هذه العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية سواء داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو على محيط هذا المعبر. إليك أحمد. وربما نستمع وأنت تتحدث رمضان لأصوات الطائرات الإسرائيلية تطوف في سماء رفح الفلسطينية، وربما منذ قليل استهدف أيضا حي الزيتون، وربما في الساعات الماضية قامت إسرائيل بتسع مجازر حتى الآن داخل قطاع غزة وداخل ربما المناطق الجنوبية من قطاع غزة. لكن بالموازاة مع الحراك السياسي في الداخل الإسرائيلي رمضان، هل تلاحظ أن الضغط السياسي يولد مزيد من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالتوازي؟ نعم، يعني أثناء يعني الخطاب الذي قاله جانتس يعني كان بالتوازي، مع ذلك أيضا هذه الهجمات الضارية والعنيفة التي تشهدها مدينة رفح، وأيضا حتى قبل اللقاء أعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن زيادة هذا اللواء الرابع. إذن هي نتنياهو يسير في اتجاه وجانتس يسير في اتجاه آخر، وهذا ما نراه ونرصده على الأرض جراء توسع هذه العملية، عملية رفح التي يعارضها ربما جزء كبير والذي جزء كبير من الحكومة الإسرائيلية والتي قسمت على نفسها، وأيضا يعني نتنياهو يسير في الاتجاه الخاص به على الأرض من توسيع هذه العملية اللا محدودة التي أصبحت لا محدودة حتى الآن، ومع يعني هذا القصف العنيف لمختلف المناطق ربما يغرد نتنياهو وحيدا في رفح بخلاف أعضاء الحكومة. وهذا البيان الذي أصدره جانتس اليوم والذي يعني أعطى هذه المهلة لنتنياهو، ولكن على الأرض نتنياهو يسير كما قلنا بهذه الضراوة وهذا العنف المتزايد وعمليات النزوح المتزايدة، هذا الذي يأتي أيضا ضد رغبات حتى عواصم الدول في مختلف أنحاء العالم التي تحذر من هذه العملية ومدى توسع هذه العملية على الأرض، الذي يعني جعل الأفق حتى المفاوضات هناك انسداد في المفاوضات على الأرض. وهذا ربما ما يذهب به نتنياهو أنه يعني تمكن من السيطرة على معبر رفح وأصبح منطقة عمليات. ربما هذه الصورة لن تأخذنا بعيدا عن ما يرى نتنياهو على الأرض من أن العملية في رفح هي طوق النجاة الأخير لنتنياهو على الأرض. ربما يعني حتى فصائل المقاومة الفلسطينية على الأرض لم تعطيه هذه الفرصة، وكانت الأعداد الكبيرة للقتلى في هذا اليوم وصلت إلى 20 قتيلا من جنود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. نعم. والعمل وصد التوغلات الإسرائيلية على مختلف المحاور في شرقي المدينة ربما ستشهد الأيام القادمة توترا أكثر، سواء في الخطاب السياسي لمختلف أعضاء الحكومة أو نعم. فيما يسير إليه نتنياهو على الأرض. هنا سوف تتكشف في الأيام القادمة من سيكون ذات الصوت الذي يأخذ به الشارع الإسرائيلي وهذه المظاهرات الكبيرة التي تضرب هذه الشوارع. سنكون معك في المتابعة زميل رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح في جانبه المصري. شكرا جزيلا لك.